السلام عليكم خوتي وخواتاتي، مرحبا بكم في قناتي وصفات ام هيثم. اليوم جبت لكم ان شاء الله الشهده بعجينه ديال البريوش، كتجي خفيفه بزاف بزاف وكتجي زوينه وسهله في التحضير. فيلا بغيتوا المقادير وطريقه التحضير تابعوا معنا الفيديو. نبداو ان شاء الله في مقادير ديال العجين. عندي هنايا المقادير اللي هي سهله: كاس ديال السكر، كاس ديال الزيت، كاس ديال الماء، كاس ديال الحليب، العبار بطبيعه الحال كيسان ديال العنبه، معلقه ديال الزبده، معلقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز، قبيصه ديال الملحه، ساشي ديال الفاني، ساشي ديال الخميره ديال الحلوه 8 غرام، وبيضه واحده. مقادير سهله وحاجه حاجه. وعندي هنايا الدقيق حسب الخليط. انا عاده ما تنعبرش الدقيق، ولكن انا عبرته اليوم تقريبا هنا 700 غرام، 7 الكيسان ديال العنبه ديال الدقيق. غادي نخدمو وغادي نشوفو واش غادي يقدونا 7 الكيسان كاملين. غادي ندوزو ان شاء الله للطريقه. غادي نجيب واحد الاناء، غادي ندير فيه هذيك المعلقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز، وغادي نزيد عليها الساشي ديال الفاني، وغادي نزيد عليها شويه ديال الماء دافي، وغادي نخليها حتى تتفاعل ليا الخميره واحد شويه، وعاد نكملو ان شاء الله الخدمه. من بعد ما دارت لينا الخميره وتفاعلت بهذا الشكل، غادي دابا نكملوا الطريقه ان شاء الله. غادي نزيد داك الكاس ديال الحليب دافي بطبيعه الحال، وداك الماء اللي بقى ليا حتى هو دافي، وكاس ديال الزيت، والكاس ديال السكر سنيده، وبيضه كامله. فمقادير كما شفتوا اللي هي سهله وكتكون متوفره في اي بيت. غادي نخلطوها مزيان، غادي نضيفو دابا ان شاء الله الدقيق. الدقيق كما قلت لكم كيبقى حسب الخليط. انا يعني مولفه كنديرها شاده العبر غير بيدي، ولكن اليوم انا عبرت بالميزان، عبرت لكم كذلك بالكيسان. فانا هنا دايره 7 الكيسان، غادي ندير دابا تقريبا 6. غادي نزيد هذيك الخماره، وغادي نزيد القبيصه ديال الملحه، وغادي نخلط. فانا جمعت هذوك 6 ديال الكيسان، وباقي خاص شويه تاع الطحين. غادي نزيد داك الكاس اللي بقى ديال الدقيق، وغادي نخلط. فكنظن 7 الكيسان، هذاك الشيء اللي قلت حتى انا، 7 الكيسان هما اللي غادي يجمعوا لنا العجينه. العجينه اللي غادي تكون بطبيعه الحال مرخوفه، ماشي جاريه وماشي قاصحه. الا جات قاصحه فهاد فهاد العجينه شنو ما خدمتوا بها، يا الشهده يا اي حاجه، كتجي مدقصه، كتجي قاصحه، ما كتجيش زوينه، غادي تكون شي شويه مرخوفه. انا غادي نجمعها ونولي نتلاقى معكم. فكما شفتوا العجينه كتكون بهذا الشكل، هي راها خفيفه وكتلصق، ولكن ماشي جاريه وسايحه. فهي بالضبط دات مني 7 ديال الكيسان، تقريبا 700 ديال الغرام، 7 ديال الكيسان ديال العنبه. غادي ندير لهم دابا معلقه كبيره ديال الزبده بدرجه حراره الغرفه، يعني رطبه. غادي نحاول ندخلها بحال هكا في العجينه، نبقى مع العجينه بحال هكا حتى غادي تنسجم ليا ديك الزبده مع العجين، ونوريكم الشكل ديالها كيفاش كتكون. فهي ديال العجينه من بعد ما دخلت فيها الزبده فهي مازال معنا مرخوفه، ولكن ما بقاتش كتلصق. مرخوفه ولكن ما بقاتش كتلصق. ملي كندخلوا فيها داك الزبده مزيان وكنعجنوها، ما كتحسرش منها، زعما شي دلك بزاف ولا عجينه بزاف، ولكن ضروري باش تدخل فيها هذيك الزبده تقريبا واحد جوج ديال الدقائق. فكما شفتوا راه ما بقاتش كتلصق لا في الاناء ولا في اليدين. دابا غادي نغطيها بالفيلم اليمونتير، وغادي نخليها تخمر حتى يتضاعف الحجم ديالها، وعاد نرجعوا نشكلوها ان شاء الله. فالعجينه من بعد ما خمرت وضعف الحجم ديالها كيكون هذا هو الشكل ديالها. غادي ندوز دابا ان شاء الله نحيدو منها الخميره، نخرجوا منها الهواء. بسم الله.
فهاد العجينة ديال البريوش أنا بغيت نشكلها على شكل شهدة، كلشي كيعرف الشهدة. أنا غادي نديرها، غادي نصايب منها جوج، غادي نديرهم في ليمول هكايا صغار شي شوية. عندي هاد السيركل اللي كيتزاد وكيتنقص، غادي نديرو غير في الطاوة، غادي نفرش ليهم، غادي ندهنهم بورق الزيت، عفوا غادي ندهنهم بالزيت، وغادي نفرش ليهم ورق الطبخ، وغادي نشكل منهم إن شاء الله. غادي ندير فيهم بجوجهم الشهدة. غادي نجيب العجين، ندهن يدي شوية بالزيت، وغادي نحاول نشكل منه كويرات اللي يكونوا صغارين في الحجم بهذا الشكل. غادي نبدا من الوسط، انا غادي نستمر بهذا الشكل، غادي نكمل هذه اللاطه هذه، وغادي ندير السيركل حتى هو الاخر، ونتلاقاو من بعد. فانا من بعد ما شكلتهم بحال هكا كويرات، يعني من الافضل يكونوا كويرات صغيرين باش مني كيخمروا كطيب كيجي الشكل ديالها زوين. كذلك درت هنا في هذا المول الصغير. انا عاده كنطيب غير شهده وحده، والعجينه اللي بقات كنشكلها على شكل كريسات، وكندير فيهم الشكلاط لداخل لوليداتي. فنتسناهم دابا حتى يخمروا ويضاعف الحجم ديالهم، ونتلاقاو ان شاء الله باش ندهنوهم ونطيبوهم. بعد ما كتخمر الشهده وكيضاعف الحجم ديالها بهذا الشكل، كذلك هذيك الصغيره، فانا عندي هنا واحد البيضه كامله طربتها، درت لها واحد القطرات ديال الخل، طربتها مزيان. غادي ندهنها دابا، غادي ندهن ليها الوجه ديالها كامل مزيان، وغير بشويه باش ما ننزلوش ليها هذيك الخميره اللي فيها. انا عندي الفران دابا كيسخن، غادي ندخلها للفران عافيه اللي هي مهيله متوسطه مهيله. غادي نتسناو عليها غير طيب من التحت وتنفخ، وغادي نديروا لها العافيه ان شاء الله من الوجه ديالها، وتحمر معنا ونقدموها ان شاء الله. في هذه المرحله اللي بغى يزينها مثلا باللوز ايفيلي ولا يدير لها شي اضافه، فهي دابا في هذه المرحله. اللي ما بغاش كيخليها غير بحال هكاك، انا غادي نخليها غير بحال هكا، غادي ندهنها غير بالبيض، وغادي ندخلها الفران ان شاء الله حتى تطيب، ونعاود نتلاقى معكم. من بعد ما كطيب معنا الشهده كيكون هذا هو الشكل ديالها. بطبيعه الحال اختاروا يعني طيبوها الدرجه ديالو اللي بغيتو. انا جات بحال هكا محمره شويه، شوفوا شحال كتجي منفوخه وعاليه، كتجي خفيفه بزاف بزاف بزاف. انا دابا غادي ندوز نزينها ان شاء الله، غادي ندير ليها غير واحد الزين خفيف، غادي ندير لها واحد شويه ديال العسل، غادي ندهنها ندهن ليها الوجه ديالها بالعسل. كما كتشوفوا دهنتها بالعسل وهي راه باقا سخونه، الاخرى راه مازال عندي في الفران. غادي نرش عليها شويه ديال الكوك، كيف ما كنقول ديما الزين كيبقى اختياري، ممكن تزينوها بشويه ديال اللوز مهرمش، ممكن الشكلاط ديروا هكا خطوط ديال الشكلاط من فوق منها، ممكن كاوكاو، داكشي اللي بغيتو. فهذا كيكون هو الشكل ديالها. غنخليها حتى تبرد ان شاء الله، ونقطع معكم شي طريف باش تشوفوها من الداخل كيفاش كتجي. من بعد ما بردت معنا الشهده هذه الكبيره اللي درنا لها العسل والكوك، وهذه الثانيه زينتها بحال هكا بالخطوط ديال الشكلاط، كيف ما كنقول لكم دائما الزين كيبقى اختياري. فكتجي زوينه صراحه بالعجين ديال البريوش، كتجي خفيفه بزاف. غادي نقطع لكم تشوفوا، كيفاش كتجي، كتجي خفيفه وزوينه. فإلا عجبتكم الوصفه ديالي ديال اليوم، ما تنساوش ديروا ليا جيم، بارطاجيوها مع الاهل والاصدقاء ديالكم. الا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ديالي، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. بهذا كنكون وصلنا لنهايه الوصفه ديالتنا ديال اليوم، مع وصفه اخرى ان شاء الله. مع السلامه.